طيب معانا دلوقتي الناقد الرياضي سعيد علي. مساء الخير يا فندم والف مبروك. مساء الخير على حضرتك، مليون مبروك لكل المصريين. كنت فين بقى؟ كنت فين؟ يعني عمالين ننادي على حضرتك يا استاذ سعيد. يا استاذ سعيد كنت بتتفرج ولا ايه؟ انا كنت سامع حضرتك بس انت ما سمعتنيش. طيب معلش انا بعتذر لحضرتك. قول لنا ايه اللي شفته النهارده؟ الاداء كان عظيم، الناس فرحانه، ايه اللي شفته النهارده؟ تحليلك كان ايه؟ يعني في الحقيقه بعد ما كلنا تلقينا صدمه في انطلاقه المباراه ورغم تخوفنا الكبير جدا جدا من المنتخب المغربي اللي اظهر قوه كبيره في الدور الاول وكان واحد من اقوى المنتخبات اللي قدمت مباريات طوال الفتره الماضيه، لكن مع ذلك باستثناء الدقيقه الاولى او بعد الهدف اللي سجله المنتخب المغربي شفنا الشخصيه المصريه تبدت بشكل حقيقي وواضح جدا جدا في هذه المباراه. فرضنا اسلوبنا كليا بدون اي تراجع. من البدايه كنا متقدمين بشكل قوي. النهارده ربما تكون المباراه الاقوى للمنتخب المصري منذ سنوات طويله على كل المستويات، ان انت تستحوذ كليا على المباراه، تصنع عدد كبير من الفرص، كمان مرماك في امان طول الوقت باستثناء كره عرضيه وحيده. انت جعلت المنتخب المغربي اللي يعد الاقوى هجوميا داخل قاره افريقيا قليل الحيله، فقير في الافكار، جعلت كل ادواته وعناصره اللي العالم كله بيتكلم عنها ضعيفه جدا جدا النهارده بفضل التزامك، بفضل شخصيتك، بفضل الروح العظيمه اللي شفناها عند كل اللاعبين. وبالتالي بنشوفه انتصار مهم جدا ويشوفوا نقلة حقيقية في شكل المنتخب، إن شاء الله تكتمل بعبور الكاميرون وتكتمل بالفوز بهذه البطولة إن شاء الله. إحنا كده عدينا الصعب ولا لسه شوية؟ أعتقد إن كل مرحلة هي أصعب من اللي بعدها، لأننا المسؤولية بتزيد أكثر كلما اقتربت من التتويج، كلما اقتربت من المنصة، كلما اقتربت من اللقب المهم بتزيد صعوبة والمستويات بتتعالى أو بترتفع. لكن خلينا نقول اللي زدنا الثقة أكثر إن المنتخب المصري مستواه بيتزايد وبيرتفع مع التنافسيه ومع عبور الادوار دور ورا الثاني. احنا منتخب مصر بنشوفه بيتطور، الثقه بتزيد، الضغوط بتتلاشى. الان بعدما كنت حذر وخائف من الخروج المبكر، انت الان على بعد خطوه وحيده من اللقب، وده يشيل الضغوط اكثر من عليه. فاعتقد ان احنا قادرين قدام الكاميرون اللي فعليا فعليا لم يواجه اي منتخب قوي طوال البطوله، وعشان المنتخب المصري هو اول واخر اختبار ليه باذن الله في هذه البطوله، وسنكون قادرين باذن الله على عبور المنتخب الكاميروني، لان احنا فعليا على الورق المره دي كمان احنا اقوى من الكاميرون. يمكن ربما احنا ما كناش اقوى على الورق من المغرب، لكن احنا فعليا نحن على مستوى جوده العناصر، على مستوى الافراد، على مستوى التكتيك، على كل المستويات باستثناء شيء وحيد اللي يجعلنا نتخوف، المؤاملات التحكيميه في الناحيه الاخرى، عامل الجمهور وعامل الارض فقط. باستثناء ذلك المنتخب المصري هو الطرف الاقوى في الدور نصف النهائي باذن الله. طيب استاذ سعيد، ايه الاخطاء اللي كانت موجوده النهارده في المباراه اللي احنا نقدر نقول ان احنا لازم نتجاوز هذه الاخطاء عشان المباراه القادمه؟ يمكن البدايه فقط كان في خضه وكان في بعض الاستعجال عند بعض اللاعبين، يمكن ده تجلى في الخطا الجسيم لايمن اشرف اللي يعني تهور بشكل مبالغ فيه مع مباراه لسه تنطلق. يمكن الامر ده تكرر مع اكثر من لاعب وتثبت ان احنا حصلنا على عدد انذارات كتير. مهم قوي ان احنا ما نكونش عندنا الاستعجال ده، ما نكونش متهورين. احنا النهارده من الاخطاء اللي ارتكبناها ان احنا منحنا الخصم كرات ثابته كتير، وفي المباراه المقبله الكاميرون واحد من اقوى منتخبات الكرات العرضيه. اتمنى ان احنا ما نرتكبش الاخطاء دي تاني علشان ما نديهمش اللي هم بيدوروا عليه، هم قادرين يسمعوا ويسجلوا من الكرات العربيه. فبالتالي اتمنى يكون في تركيز اكثر، ما يكونش في تهور في الامتحان. كمان اتمنى يكون في قدره اكبر على استغلال الفرص. احنا بنقدر نخلق مساحات، لكن بيعيبنا بعض الشيء البطء احيانا في التمرير، بيعيبنا بعض الشيء في نسبات خاصه عند مصطفى محمد. يمكن ده عشان بيقوم بادوار خططيه كتير او بادوار دفاعيه اكبر زي ما حصل النهارده، كان دور مهم جدا في ايقاف سفيان مرابط اللاعب الوسط المغربي اللي هو مسؤول عن توجيه لعبه منتخب المغرب، فده اثر على ادواره الهجوميه. فبالتالي كان في نسبه كتير منه اتمنى يعالجه المباراه الجايه، لكن اجمالا الاخطاء نادره قليله جدا مقابل الايجابيات العظيمه اللي احنا ظهرنا بيها النهارده. بالمقارنه بين المباراه الماضيه، هل الاخطاء اقل؟ طبعا هذه المباراه الاخطاء بتقل جدا، وذات الاخطاء الايجابيات بتتزايد بشكل كبير.
قوتنا قدرتنا على فرض اسلوبنا وتحكمنا في الريتم والاداء النهارده اعلى من المباراه الماضيه، قدرتنا على خلق عدد من الفرص امام المرمى، قدرتك على تخويف الخصم ده كان واضح جدا جدا النهارده، شفنا في عيون اللاعبين المغاربه، شفنا في تصرفاتهم، شفنا في العنف اللي ظهروا بيه ان انت فعليا فرضت شخصيتك بشكل ارعب اسماء كبيره جدا بحجم اشرف حكيمي وبقيه زملائه، فبالتالي انا بشوف السلاح الاقوى للمنتخب المصري دائما هو شخصيه المنتخب المصري، هو عدد النجوم اللي على التيشيرت، هو محمد صلاح، هو تاريخنا كبير جدا اللي الجميع بيتحسب له كتير والجميع بيخاف منه، يمكن احنا اكثر ناس متابعين في كره مصر بنقلل من ده، ان انا بشوف العالم كله، كل المنتخبات، كل المدربين بيتخوفوا جدا المنتخب المصري، بيظهر ده في المؤتمرات الصحفيه، بيظهر ده في طرق لعبهم انهم بيتخوفوا ويتراجعوا، فده كل وقت الناس بتعمل لك حساب كبير جدا، انا بشوف ان التغطيه المصريه وفرض اسلوبنا النهارده هو المكسب الاعظم، وان شاء الله هنكرره في المباريات اللي جايه. طيب هي طبعا رؤيه الناقد الرياضي مختلفه عن رؤيه المشاهد العادي، فحضرتك النهارده وكنت بتتابع المباراه، هل حسيت ان كان في فرصه كده ولا كده وضاعت علينا؟ خلال المباراه النهارده بعد تسجيل الهدف الاول كنت مهتم جدا برد فعل المنتخب المصري خلال 15 دقيقه الاولى او 20 دقيقه الاولى، يمكن كان كل الناس اللي بتتفرج معايا على المباراه قلت رد فعلنا قوي جدا، كونك اجبرت المغرب على البقاء بعد التسجيل على البقاء في مناطقهم، كونك بتتقدم بهذا الشكل، كون ان المغرب مش قادر يمرر ثلاث تمريرات، انا بشوف ان احنا عودتنا وثيقه جدا، وشايف ان المباراه دي فرصتنا، وفي الحقيقه ما تخوفتش انا بعد تسجيل الهدف بربع ساعه بالتحديد، استشعرت ان احنا فعليا فايقين قادرين واثقين، فبالتالي ما انتبهتنيش خالص لحظات شك في ان احنا هنرجع في المباراه، ما انتبهتنيش خالص ان احنا اي مخاوف من الهزيمه، يمكن كنت شاعر ان احنا في اي وقت من نص فرصه ان شاء الله هيجينا التوفيق، لان احنا فعليا نستحق التوفيق، والتوفيق دائما يذهب لمن يستحق ويذهب لمن يجتهد ويذهب لمن يتعب. بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي سعيد علي، والف مبروك لمصر وكل المصريين العظماء على هذا الحقيقه التحدي العظيم، طبعا كل مصري قدر على التحدي وقدر على المواصله، ولدينا ثقه كبيره جدا في منتخبنا الوطني، ان شاء الله انه هيقدر يكمل ويفرحنا لاخر لحظه.